السلام عليكم. فيديو جديد غادي نلعبو لايف كيف بعدك 5 دقائق. صراحة 5 دقائق في زوينة و يعني كنت تلعب شوية سريع. ديما هادي كنكبر انا شي جمهور معانا نديرو هنا كينجز جامبيت. لعب مع برتوغيز هادي جي كينجز جامبيت. كتبدا بالباون اي 4 من بعد و تلعب هنا ما يعني ما لعبش هنا باش تكون اكسبت ولا ديكلايند. هنا عشان نلعبو البيشوب كما تشوفو هنا البيشوب غادي لديك النقطة. الهورس من بعد ما يجي هنا غيجي لتو بعد النقطة هادي فيقدر يلعب هنا. نقدر نلعب هذا هنايا وقدر ياخد ليا الكوين ولكن ما نقدرش نضحي. يعني غادي ندير ليه ترين تشانس. الا مشات طلع هنايا صافي مشات ليه الكوين مشات ليه البيشوب طلع هكا. بعد ما هو غادي يطلع لجي 6 كيف قلت لك ترين تشانس ديال مكتوب هنا تشيجنس باونز. غادي ناخذ بعدا علاش باش نلعب حتى هذا هنايا الكاسل هنا وكاسل غندير هنايا جاي غادي ياخذ الباون تشيجنس. كما كتشوف فيما هو فيما هو دابا تيلعب خصك راه تفكر علاش حط هاد القطعة هنايا. علاش زعما حطات هنايا؟ واش باش يجي هنا؟ واش باش يدير لي استراتيجيات؟ كاين شي حاجة فهمتي؟ هنا ما عندك مناش خاف لأن كيما قلتلك غنجيب هذا هنايا وهذا أصلا كاين شاد هاد النقطة هادي ديال الهورس. كاين هدا دونك هنايا علاش لعب هدا 100% حيت غيلعب هدا تشيتشنس ولا جبتو هنايا غيزيد لعب هدا وغياخدو ليا. دونك غادي نطلع هدا باش نخلي البيشوب فين يدوز شي البيشوب غيجي هنايا. هنا راه كاين تشيك خص ضروري يكون هذاك ما كانش هنايا كون لعبت تشيك. تندير لي تشيك بالكوين و راه عاوتاني تشيك هنايا و تراك ديفونسي. عاود هنا غادي نلعب كبير يوقع نلعب البيشوب هنا. الا كان هو محال واش غيدير كاسلان هنا ما يديرش كاسلان هنا. ندير تريجنز نقدر يمشي هنا ما يجيش هنا يمشي هنايا. كيفما كتشوفو هنا تريجنز ياخدني غناخدو غير البلاصه تبقى خاويه مزيان. هاد الكاسل اللي جبتو هنايا دونك هنا يمكن تشيك بقا غادي يهبط هدا باش يهبط هداك. ديك الساعة هنا كاينة تشيك ميت نفس الوقت واخا عندو الهورس والكوين المهم هنا تشيك ميت حيت اصلا كاين هاد الباون هدا شاد جوج بلايص. تشيك ميت معندو فين يمشي. هذه الحلقة ديالنا اللي كانت عجباتكم ما تنساش دير لايك وشارك في القناة.